بالمركز الوطني للتخييم ببوزن قشاط تم الافتتاح الرسمي للبرنامج الوطني للتخييم تحت شعار عطلة للجميع دورة 2023. برنامج هذه السنة تميز بإضافة 6 مراكز جديدة التي من شأنها أن تعطي دفعة قوية لعملية التخييم. التحدي ديال هذه السنة وتكلمنا عليه مرارا وتكرارا هو أن يكون برنامج يتجاوب مع يعني الأحلام ديال الأطفال، الإرادة ديال الأطفال وديال الشباب. سنة سنة كاين هناك يعني طلبات كثيره من الجمعيات ومن العائلات، والتحدي ديال وزاره الشباب والثقافه والتواصل هي دائما تحاول تجاوب اكثر ما ممكن لهاد الطلبات ديال الجمعيات وديال الشباب. دورة هذه السنة المستمرة إلى غاية الرابع من شتنبر المقبل تنعقد بعدد من المخيمات بمختلف جهات المملكة. المركز الوطني الآن شهد تعزيز البنية التحتية ديالو ببنية نشاطية جديدة من الصنف الأول اللي كتعطي اليوم واحد النوع ديال التنويع. العرض الوطني للتخييم كما كنعرفوا على أن حاجيات الشباب هي حاجيات متغيرة، حاجيات اللي خاضعة للتحولات الاجتماعية والتحولات الرقمية والثقافية في المجتمع. برنامج هذه السنة يستفيد منه حوالي 120 ألف طفل مقسمين على 5 مراحل و44 مركزا للتخييم على المستوى الوطني، كلها مخيمات تسعى لإعطاء الفرصة لاكتشاف قدرات الأطفال والشباب وتطوير مهاراتهم في بيئة جديدة ومختلفة عن المدرسة.